أعلن الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء بأنه ولأول مرة تم توصيل عدد من البيوت التي تنتج الكهرباء من أنظمة الطاقة الشمسية بالشبكة الحكومية عن طريق نظام صافي العداد الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر وتطبيقه بدءا من يناير 2018 بعد أن أقرته اللجنة التسويقية بل التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. جاء ذلك خلال زيارة الوزير ميرزا إلى منزل المواطن حسين سند من منطقة إسكان جد حفص بحضور عدد من الجهات التي عملت بشكل تنسيقي على تنفيذ هذا المشروع، وهي كل من وزارة النفط ووزارة الإسكان وشركة تطوير للبترول وهيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة والمقاول المنفذ للمشروع، حيث اطلعوا على ما تم إنجازه في هذا المشروع في أحد البيوت الإسكانية التي تم الانتهاء من العمل فيها بتركيب ألواح شمسية عددها 24 لوحا تنتج ما مقداره 7.8 كيلوات من الكهرباء وطاقة إجمالية في السنة قدرها 12500 كيلوات التي يغطي حوالي ثلث الاستهلاك السنوي للمنزل الواحد وبتكلفة تبلغ 3500 دينار. هذا يوم تاريخي بالنسبة لتفعيل نظام العداد الصافي اللي يسمونه نت ميترينج، لأن هذه أول منزل في مملكة البحرين يركب أنظمة الطاقة الشمسية ويتم ربطها بالشبكة الحكومية. وصاحب المنزل حسين سند ركبوا له هني 24 لوحة شمسية بطاقة 12500 كيلو وات، وهذه الطاقة توفر له ثلث استهلاكه من الكهرباء، والكلفة في هذه الحالة كانت 3500، وفي هذه الحالة فقط تم تمويلها من وزارة النفط شركة تطوير للبترول. هذه أول مشروع، الحين ثلاث بيوت تم تركيب الطاقة الشمسية عليها وربطها، بنزيدهم لعشرة كمشروع تجريبي، وفي المستقبل إن شاء الله العدد بيزيد. أشكر القائمين جميعا على هذا المشروع الطيب واللي فيه فائدة بعم علي وعلى الوطن الحمد لله. فيعني أشوف أنا المشروع كلش ممتاز من الناحية الاقتصادية إلى الشخص نفسه، يعني إذا هو عنده كنترول على في الاستهلاك فبيكون بيقدر يغطي ويصير عندك ترجيع إلى البلد، يعني بيروح للشبكة، يعني الزايد اللي عندي أنا بيدش على الشبكة وبيحسبونه لي ككريدت إلى صاحب المنزل يعني. وهذا الشيء زين وطيب، وإحنا نشجع أي واحد يحب هذه الأمور الصراحة يخطو عليها، وهي فيها فوائد كثيرة.